السبعة ديال الصباح وانت فايق ناشط وفرحان مع راسك، ولكن هاد السعادة ماشي لحقاش غتمشي للمدرسة، لا ابدا ايها العرندس، حيت داك الفياق بكري باش تمشي تقرا عارفو كان كيدمرك نفسيا وكيجيب لك الاكتئاب، وانما كنتي كتفيق بكري وانت في قمة السعادة باش تتفرج في المسلسل المفضل ديالك اللي هو ليزي تاون او مدينة الكسالة، المسلسل اللي عشقناه كاملين وحنا صغار وعشنا معاه ايام وذكريات زوينة عمرها تنسى. شخصيات شريرة في حال روبي روتن وشخصيات مريحة في حال سبورتاكس وستيفاني. هاد البنت هادي كانت دارت واحد الشهرة وواحد الشعبية خيالية في هذيك الوقيته، ولكن من بعد ما سال المسلسل غادي تختفي معاه جولينا روز او ستيفاني، ومن داك الساعة ما عاودنا شفناها مرة اخرى. اذا كيبقى السؤال هو فين اختفت هاد الممثلة وعلاش من داك الوقت ما ولات ظهرت في شي فيلم او مسلسل؟ واش بصح هاد الممثلة تحولات الى ممثلة ديال دوك الافلام بليس 18 ولا هاد الخبر مجرد اشاعة؟ الا تبعتي معايا للنهاية عزيزي المشاهد الجميل غادي تعرف الجواب ديال كاع هاد الاسئلة واكثر. حلقة غادي تكون مختلفة شوية هاد المرة عن باقي الحلقات اللي كندير، ولكن ما فيها باس الواحد مرة ينوع شوية. المهم الا لقيت تفاعل مزيان في هاد الحلقة كنوعدكم اصدقائي بالمزيد من حلقات في حال هكا، وربما احسن كاع وعلاش لا. المهم بلا ما نطول عليكم اصدقائي وخليونا نبداو الحلقة ديالنا. اول حاجة خلينا نتعرفوا شوية على مسلسل ليزي تاون او مدينة الكسالة. المهم هاد البرنامج هو عبارة عن برنامج تعليمي للاطفال وفي نفس الوقت برنامج كوميدي باش هكا الطفل يتعلم وفي نفس الوقت يضحك ويستمتع. غادي تم الانتاج ديالو في ايسلندا وتم البث ديالو سنة 2004، يعني شحال هادي وانت غالبا كنتي باقي كتقرا في الابتدائي ولا ربما كنتي باقي ما دخلتي المدرسة. كانوا فيه بعض الممثلين ايسلنديين وشي وحدين من امريكا. القصة مأخوذة من واحد الكتاب سميتو الذهاب الى مدينة الكسالة، وكيرجع للكاتب الايسلندي ماغنوس سكيفينغ، وهاد السيد كان كاتب ومنتج ورجل اعمال وايضا رياضي. المهم خونا كان جامع حب وتبن سبع صنايع، ولكن الرزق كاع ما ضايع. البرنامج غادي تم الترجمة ديالو 30 لغة مختلفة وتعرض في اكثر من 180 دولة حول العالم. ليزي تاون تعرض في العالم العربي مدبلج على قناة سبيستون سنة 2012. هاد العام هذا غالبا غادي تكون كبرتي شوية وما بقيتيش في الابتدائي. المهم كل واحد يقول لنا فاش كان كيقرا في 2012. البرنامج غادي تعرض ايضا على قنوات اخرى بحال قناة اجيال وام بي سي 3 وحتى كارتون نيتورك بالعربية. القصة ديال المسلسل كتدور حول واحد الفتاة سميتها ستيفاني في عمرها 8 سنوات. ستيفاني هي سميتها في المسلسل، اما في الواقع سميتها جوليانا روز. على اين هاد الفتاة غادي تنتقل لمدينة جديدة سميتها ليزي تاون باش تعيش مع العم ديالها واللي كان هو العمدة ماريو مانزويل. ولكن ستيفاني غادي تصدم فاش لقات نمط الحياة الغريب والمختلف على الحياة السابقة اللي كانت عايشة. اكتشفت ان الجيران ديالها كان فيهم واحد الكسل غير عادي، ولكن من بعد غادي يظهر واحد البطل خارق سميتو سبورتاكس، وكان مختلف تماما عن باقي سكان المدينة. لحقاش كان شخص نشيط جدا ورياضي وماشي في حال الاخرين اللي كانوا عاطينها غير النعاس. سبورتاكس غادي يولي يساعد ستيفاني باش يحاولوا يخليو سكان ليزي تاون يتحركوا شويه ويخرجوا من داك الكسل والخمول اللي كانوا فيه، ولكن الموضوع ما كانش بديك السهوله اللي كانوا كيتخايلوا، حيت دائما كيخرج ليهم واحد الشرير من الجنب سميتو روبي روتن وكيبغي يضرب ليهم كلشي في الزيرو. غير هو كان منحوس بزاف وفيما كيبغي يدير شي خطه كتفشل ليه. جوليانا روز مع الاسف وخلقات نجاح كبير في هذا المسلسل، الا انها ما غاديش تكمل فيه حتى النهايه. في الموسم الثاني جوليانا روز مشات في حالها وجات بلاصتها ممثله وحده اخرى، حيث بكل بساطه جوليانا كبرات وما بقاتش قادره تلعب الدور ديال طفله صغيره في المسلسل، فلهذا الدور ديال ستيفاني لعبته طفله اخرى. جولينا من بعد المسلسل اختفت بشكل مفاجئ، ومن داك الساعه ما عاودت بانت مره اخرى. اذا كيبقى السؤال هو فين اختفت وشنو كدير في الحياه ديالها اليوم. اول حاجه خلينا نتعرفوا شويه على شكون هي جوليانا روز مورييلو. هاد البنت هي ممثلة امريكية من اصول ايطالية تولدات في نيويورك من سنة 1991، يعني غادي تكون في عمرها حاليا تقريبا 33 سنة. جوليانا كانت طفلة نشيطة بزاف وكانت كتبغي الغناء والرقص والتمثيل. على العموم البنت من صغرها كان عندها انجذاب للمجال الفني، والديها لاحظوا الموهبة اللي كتمتع بها، داكشي علاش قروا يعاونوها تطور راسها وتمشي مزيان في هادشي اللي كتبغي. ما بغاوش يفرضوا عليها شي حاجة وانما خلاوها هي اللي تختار المجال فين كترتاح. الوالدين ديال جوليانا خداو هاد دوز اختبار ديال التمثيل في مسلسل الاطفال الشهير واللي كاملين كنعرفوه ليزي تاون. مع الاسف الحظ ما غاديش يبتسم ليها هاد المره، لان المخرج ديال المسلسل كان بالفعل اختار طفله اخرى باش تلعب هاد الدور، ولكن هاد المره جوليانا ابتسم ليها الحظ حيت البنت اللي كان اختارها المخرج انسحبت من المسلسل، فلهذا غادي يولي اختار جوليانا. جولي كانت طفله نشيطه وموهوبه، داكشي علاش قدرت تبهر الجميع بالنشاط والمهاره ديالها في العالم ديال التمثيل، وكانت من اهم الاسباب اللي خلات مسلسل ليزي تاون ينجح ويحقق شعبيه عالميه. وكيف قلنا هذا البرنامج ولا عالمي وتعرض في 180 دوله حول العالم 30 لغه مختلفه ومنها اللغه العربيه. مشاهده برنامج ليزي تاون ولات عاده يوميه بالنسبه لملايين الاطفال ومنهم حتى انت عزيزي المشاهد الجميل.
البرنامج كانت فيه رسائل زوينة في حال تحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية والخضار والفواكه. داكشي علاش اغلب اولياء الامور كانوا كيحسوا بالطمانينه فاش كيشوفوا وليداتهم كيتفرجوا في المسلسل، عكس هاد السموم اللي ولينا كنشوفوا اليوم. المهم علينا اصدقائي، جولينا قدرات بفضل هاد المسلسل تكتسب شهره عالميه، وفاش وصلت 14 عام وصلت الثروه ديالها اكثر من 2 مليون دولار. تخيل الصات 14 عام، يعني يلاه كتقرا في الثامنه ولا في التاسعه وعندها 2 المليار. ماشي في حالي انا كنت كنقيل نجمع في الحديد باش نصور 2 دراهم ولا 100 ريال وفي الاخر كنخسرها في بلي. anyway جولينا بعد سنوات في هذا المسلسل غادي تمشي في حالها، حيث وصلت مرحله المراهقه ومبقاش قدرت تلعب الدور ديال الطفله ستيفاني. حياتها تبدلات 180 درجه مور ما دازت بضع سنوات من نهايه مسلسل ليزيتا. جولي اختفت تماما عن عالم الشهره والاضواء ومبقاش كدير التمثيل مجددا، كما انها بدات كتروج عليها بعض الاخبار الصادمه في الصحافه والاعلام. مثلا واحد الجريده نشرت الصوره ديال جولينا وهي كيتم القبض عليها بتهمه انهم لقاو عندها العديد من المواد الممنوعه في السياره ديالها، كما ان هاد الجريده قالت بلي جوليانا ولا عندها تاريخ طويل مع الادمان على هاد المواد، زائد انهم قالوا بلي ولات ايضا مدمنه جدا في شرب الكحول بشكل يومي. ولكن الخبر اللي كان صادم اكثر من هادشي هو مشاركه جوليانا في العديد من الانشطه الغير اخلاقيه. الصحيفه نشرات ان الممثله السابقه تخلات عن التمثيل حيث ولات كدير افلام زائد 18، وراكم عارفين شنو المعنى ديال هادشي بلا ما نحتاج نشرح لكم اكثر. مور ما انتشرت هاد الاخبار الغريبه والصادمه عاوتاني زادوا نشروا خبر واللي كان هو الصدمه ديال بصح. الصحافة قالت أن جولينا روز ماتت بسبب جرعة زائدة من المواد الممنوعة اللي كانت كتستعمل. الجمهور واللي فانز ديال جولي كان حزين بزاف ومصدوم على المصير المؤلم والمأساوي ديال هاد الشابة. لحقاش حتى شي واحد ما كان متوقع هاد النهاية الحزينة. الأخبار انتشرت بزاف وكانت متداولة على أكبر القنوات والصحف العالمية. ولكن عاوتاني وسط هاد الصدمة غادي تبان صدمة أخرى أكبر من هادي. في الحقيقة جولينا روز كانت مازال على قيد الحياة والخبر ديال أنها ماتت كان مجرد إشاعة لا غير. تبين ان القبض عليها كان بسبب حادث طريق بسيط لا اكثر ولا اقل. زيد على ذلك ان البنت ما دارت حتى شي حاجه غير اخلاقيه وما عندها حتى شي مقطع غير اخلاقي على الانترنت، يعني ان الجريده اللي نشرت هذه الاخبار كانت فقط تروج للاشاعات، والهدف بطبيعه الحال هو بيع اكبر عدد من النسخ وصافي. بغاو يستغلوا الشهره ديال جولينا باش تزيد الشعبيه ديال الجريده. جولي فاش وصلت هذيك الاخبار الكاذبه قررت باش توضح الامور للجمهور ديالها. جوليانا دارت واحد التصريح قالت فيه انها من بعد ما سالت من مسلسل ليزيتاون خدات قرار باش تعتزل التمثيل نهائيا، حيت ما كانتش مرتاحه ابدا داخل اجواء الشهره والاضواء. هي كانت باغا تركز اكثر في القرايه باش تقدر تكمل الدراسه ديالها في شي جامعه مزيانه. فعلا جولي قدرت تمشي مزيان في التعليم وكانت طالبه متفوقه وقدرت تدخل جامعه كولومبيا في التخصص ديال اداره الاعمال، وقالت انها ما كتفكرش ابدا تعاود ترجع لعالم التمثيل مره اخرى وبلي باغا تركز في الدراسه فقط. جوليانا اليوم عايشة حياة طبيعية جدا في حالها في حال كاع الناس بعيدا عن الشهرة والأضواء، ويمكن تزوجات على ما أعتقد. المهم خلاصة القول أن بزاف ديال الأخبار اللي كتروج في الأنترنت شي مرات كتكون أخبار كاذبة. المهم الإنسان يحاول ما يتيقش أي حاجة شافها وهادشي اللي كاين. وهذا ما كان أصدقائي وتهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.